مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثالث نشراتنا الرياضيه لليوم. رسميا بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم باش تنطلق يوم 31 اوت او 1 سبتمبر بقرار من الهيئه المكلفه من الفيفا بتسيير شؤون الجامعه التونسيه لكره القدم، وبعد التشاور مع الاداره الفنيه الوطنيه والاطار الفني للمنتخب. نذكروا أن الهيئة التسييرية للجامعة باشرت اليوم مهامها برئاسة الدكتور كمال يدير وعضوية الأستاذة زكية البرتاجي والأستاذة الشاذلي الرحماني. أعضاء الهيئة كانوا اجتمعوا كذلك اليوم الصباح مع وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، وتم التداول حول ضمان انطلاقة جيدة للبطولة وتوفير الدعم اللازم للمنتخب ليستعد لخوض تصفية الكان. نذكروا كذلك أن الهيئة التسييرية باش تخدم مبدئيا لفترة 5 أشهر تمهيدا لإجراء انتخابات المكتب الجامعي الجديد، وطبعا كل أعضاء الهيئة ما عندهمش الحق في الترشح للانتخابات القادمة للجامعة التونسية لكرة القدم. بالنسبة لآخر أخبار الميركاتو، الأولمبي الباجي تعاقد رسميا مع الحارس معز بن شريفية لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي. كما أشرنا في وقت سابق، النادي الصفاقسي أتم رسميا إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان الهجومي للأولمبي الباجي محمد العبسي اللي أمضى عقد ب5 سنوات، والظهير الأيمن ريان الدربالي اللي أمضى 3 سنوات. الإعلان الرسمي عن الصفقتين منتظر خلال الساعات القليلة القادمة. الاتحاد الرياضي ببن جردان توصل الاتفاق مع الحارس نور الدين الفرحاتي لتعزيز صفوف الفريق لمدة موسم في شكل إعارة قادما من النادي الإفريقي. شبيبة العمران توصلت الاتفاق مع إدارة النادي الإفريقي للتعاقد مع 3 ملاعبية من الفريق لمدة موسم واحد في شكل إعارة. نحكي على المهاجم محمد علي العمري، الجناح الأيسر محمد نيزك الليلي، ومتوسط الميدان محمد أمين الخضراوي. الملاعبية هذوما التحقوا بتدريبات شبيبة العمران، والإعلان الرسمي عن الصفقات منتظر خلال الساعات القادمة. تقارير صحفية إنجليزية أدت اليوم أن نادي بيرلي نشط في الشامبيونشيب الدرجة الثانية الإنجليزية مهتم بالتعاقد مع وسط الميدان الدولي التونسي لمانشستر يونايتد الإنجليزي حنبعل المجبري اللي موجود خارج حسابات المدرب تنهاج لهذا الموسم. المجبري مازال عنده عام في عقده مع اليونايتد، وإدارة النادي ترغب في التفريط فيه نهائيا وليس على سبيل الإعارة. في أخبارنا العالمية، نابولي الإيطالي دخل في مفاوضات مع تشيلسي من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو تمهيدا لرحيل فيكتور أوسيمان للبي اس جي أو لتشيلسي. وصحيفة كوريري ديلو سبورا الإيطالية أعلنت اليوم أن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا وافق على الانتقال لنادي القادسية السعودي قادما من روما بعقد مدته 3 سنوات وفي صفقة قيمتها 30 مليون يورو. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاها على السيت موزايكا فامبوانيت.